تفضل تفضل سعد جليل. نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا حبيبي نرحب بالجميع مع حفظ الألقاب والمناصب، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ممتع ماتعا مفيدا. إن شاء الله. وأنا عبد الجليل عمر إبراهيم من جمهورية النيجر، مدرس اللغة العربية وكذلك مدرس الأيتام أيضا، ويسعدني جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء وأرجو أن أستفيد. وشكرا يا سيدي ورئيسي دكتور إسام بدر، أشكركم جزيلا وأشكر الجميع، وشكرا شكرا جزيلا. الله والآن الله يحفظك، ننتظر هذا التقرير. تسلم، واشكرك على المواد اللي ارسلت لي اياها، بس اتمنى تصيغ لي خبر حتى ممكن نشرب بالموقع. سعد عبد الجليل، موقع حول ماذا؟ لا الصور اللي بعت لي اياها على المعهد اللي عندكم، نعم. اللي بعت لي اياها صيغ لي الخبر. اهلا استاذ عبد الكريم، صحيح. اسعد الله مساكم جميعا. ست منال، اهلا وسهلا مهندسه منال. اهلا دكتوره سناء، ما عرفتك اول مره، اهلا وسهلا. دكتور سالم، شلونك تاخرت؟ دكتور سالم يلا انت معانا، بس الصوت. من يمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. يسعدنا ويشرفنا حضورنا اليوم معكم لتقديم محاضرة بعنوان الابتكار التسويقي. بس شوية الصوت دكتور سالم. الدكتور عصام البدري على إتاحة هذه الفرصة، وعلى أمل أن نتواصل معكم في أعمال أخرى إن شاء الله. وهذه بداية إن شاء الله حقيقية تمد آفاق التعاون والتواصل ما بين النخب العلمية والأساتذة في تقديم ما يدلو به العلم من حقائق، من مفاهيم، من تعاريف، من أشياء ممكن تفيد الآخرين أو الجميع. دكتور عصام، ان شاء الله نبلش بالمحاضره وتنتظر. يلا لا لا، توكل بالله توكل بالله. ان شاء الله. صوت واضح عند الجميع؟ صوت واضح، نعم. جيد. بالحقيقه موضوع الابتكار التسويقي، حضراتكم تعرفون اليوم العالم يعيش منافسه حاده ومنافسه شديده، ولكن الشركات العالمية تتطلع أن تكون إنسانية بطبيعتها. دكتور عندك برنامج باوربوينت لو ما تحتاج؟ إيه عندي، حمل لك إياه. لا فد حتى أنطيك ال. أوكي هسه يمك تقدر تستخدم الباوربوينت. أوكي نعم، أدز لك تحب أدز لك المادة؟ لا لا لا، قصدي أنت بالشرح تستخدم إذا تريد صور أو عرض باوربوينت. أوكي نعم. فالشركات العالمية تطلع أن تكون ودودة في علاقاتها مع الجميع، وأيضا تكون في صبورة في مواجهة هذه الأزمات والانتقادات والتنافس الحاد في الأسواق العالمية والأسواق المحلية، وأيضا يفترض أن تكون تقليدية في التزاماتها مع الآخرين، مع الزبائن، مع الموردين، مع المساهمين، مع المستفيدين، حتى تكون هنالك علاقات مترابطة وعلاقات حية في هذا الجانب. أيضا من جانب آخر، تطمح الشركات أن تكون عاطفية في مودتها في إقامة علاقات ودودة مع الزبائن أو مع المستفيدين أو مع الشركات المنافسة، حتى تطول علاقات التبادل والتفاعل التجاري فيما يرضي الجميع. وهذه الأحوال أكيد سيكون التسويق دور المبتكر والدور الحيوي الخلوق الذي يساهم في إيجاد مبتكرات، إيجاد إضافات، إيجاد مزايا تنافسية في عموم المنتجات اللي تنتجها
الشركات. وحضراتكم تعرفون جيدا أن هنالك فوارق في مستوى الجودة أو النوعية في طبيعة الخدمات أو المنتجات اللي تقدمها هذه الشركات المنافسة في السوق العالمي أو السوق الإقليمي أو السوق المحلي. وهذا هذا المستوى من الجودة أكيد هنالك احتراف في الأداء وسرعة في الإنجازات وتحديث مستمر في تطويرات المنتجات والخدمات، وأيضا تحافظ على طبيعة العلاقة والعلامة التجارية بين الشركة وبين المستفيدين أو الموردين أو حملة الأسهم أو ما شابه ذلك. إذن هذه الحالة تستدعي أن يكون الابتكار حتمي ووجوده مفروض على الشركات أن تقدم أفضل ما لديها. لازم انقطعت الكهرباء. الحقيقة أنا هذا الموضوع جدا أنتظر من دكتور سالم باعتباره هو خبير بهذا المجال، وهو أستاذ بجامعة بغداد. يعني المعلومات بس الظاهر طفت الكهرباء حاليا يمهم، بس ننتظر شلون يرجع. بس المعلومات بس انتظر دكتور سالم يرجع لين على غفلة. ها رجع اوكي. بس تعريف بسيط. اهلا دكتور سالم. دكتور سالم حميد سالم حسن الجبوري من مواليد شباب، ما نقول اي مواليد، يعمل في جامعة بغداد مركز التطوير والتعليم المستمر. عفواً سالم قطع بالتيار الكهربائي بس حتى تحمل الحاسب. اي نعم بس خل اشرح لهم نبذة عنك. على راحتك على راحتك دكتور. اي اللقب العلمي استاذ مساعد الاختصاص الدقيق تسويق خدمات. السيرة الدراسية حاصل على شهادة بكالوريوس من الجامعة المستنصرية لعام 1989 كلية الإدارة والاقتصاد. حصل على شهادة الماجستير عام 2002، حصل على شهادة الدكتوراه عام 2015. النشاطات العلمية إعداد وإنجاز الخطط البحثية لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك، وهذا موضوع جدا مهم. محاضر في دورات تتعلق بعلوم الإدارة والسلوك التنظيمي والاجتماعي والجودة والتسويق. مشارك في مؤتمرات دولية ومحلية عديدة. حاصل على البورد النرويجي للتدريب، حاصل على البورد الألماني للتدريب، حاصل على البورد العربي للتدريب. بس حتى يدخلون دكتورة سيدة من السودان ودكتور سالم. يعني هسه دكتور سالم جاهز؟ ما شاء الله. حيا الله. أنا أتكلم وياك على الموبايل باللحظة هاي الحالية. لا بس صوتك واضح. عندما يكون توكل بالله كمل. أوكي. نعم. بعد خلينا أرحب بيهم دكتور سالم بين ما تكون متهيئ. أرحب صديقي العزيز دكتور علي حسن طارش. أرحب بالدكتورة سيدة من السودان. أرحب بالمهندسة منار شعبان من تونس. أستاذ عبد الجليل رحبنا به. أستاذ عبد الكريم من تركيا. تفضل دكتور سالم. نعم يلا أوكي. بس خلاص سوق مغادر حتى يصير تردد. بس صاير بيه تردد صح. ايه نعم. يلا تفضل. ان شاء الله اهلا وسهلا بالزملاء الكرام اضافوا الى هذه الغرفة، وهذا اللقاء ان شاء الله نستمر معكم في تقديم محاضرتنا لهذا اليوم. الحقيقة هذا لابد موضوع الابتكار وموضوع الابداع لابد ان يكرس في طبيعة ونشاطات الشركات. بس دكتور سالم دكتور مظفر نسيت ارحب بيه. هلا دكتور مظفر.
اهلا وسهلا دكتور علي حسن طارش والبقيه ذكرتهم. اسف نعم. اسف. وراح يدخل خلينا نرحب على راحتك عبد المنعم دكتور. دكتور عبد المنعم السيسي من الكويت، دكتور عبد الامير من الكويت ايضا. يلا تفضل عاد. اهلا وسهلا نعم. بالجميع. اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. الحقيقة موضوع الإبداع والابتكار حتى بشكل مركز على الشركات القائمة والشركات التي تسعى إلى التقدم والتميز في عالم الأعمال، أن تتبنى موضوع الإبداع والابتكار في طبيعة نشاطاتها من أجل أن تحافظ على حصتها السوقية وتقوم على تلبية احتياجات عملائها الآنيين والمستقبليين والتفوق على المنافسين وتوليد حاجات جديدة بشكل مستمر وتحقيق ميزة تنافسية تستطيع من خلالها التغلب على منافسيها بشكل مستمر. اليوم عالم التنافس هو عالم جدا صعب، يحتاج أن تكون الشركات قائمة بمستوى التقدم والتميز حتى يمكن أن تستطيع أن تحافظ على مكانتها وقوتها وتبقى مستمرة أيضا في أدائها المتميز وتحصل على زبائن أكثر وتحصل على قدرات أكثر من خلال اكتشافها لعلاقات جديدة أو حلول أصيلة تتسم بالجدة والمرونة والجودة. وهذه أكثر الدلالات على النشاط والسلوك المتعلق بالتفوق في الصفات ليكون بالنتيجة قادر على اكتشاف الأفكار الجديدة دون أن يكون هنالك تركيز في مجال يعني قصدي العفو إهمال في مجال تركيز على قدراتها وإمكانياتها المالية والبشرية والتكنولوجية. إذن تحتاج الشركات أن تصمم وتنفذ مجموعة من الأفكار الخلاقة وغير التقليدية وتحويلها إلى تطبيقات عملية في أحد مجالات المزيج التسويقي كالمنتج أو التوزيع أو الترويج أو غير ذلك. من خصائص الابتكار في التسويق أن يقوم بشكل متواصل على خلق الأفكار ودراستها وبيان جدواها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع. كل الشركات فيها مكاتب خاصة يكون عنوانها R&D Research and Development، يعني البحث والتطوير. تقوم على تطوير أعمالها أحياناً، أعمالها الوظيفية، تقوم على تطوير منتجاتها أحياناً، تقوم على تطوير مستوى الجودة أيضاً في منتجاتها أو نوعية منتجاتها المقدمة، وأيضاً تعمل على الابتكار المتقدم في المنتجات. يعني نشوف أكو منتجات لحد الآن ما نازل الأسواق وتنتظر الفرصة المناسبة حتى ممكن أن تحقق أسبقية تنافسية مع الشركات القائمة في الأسواق التجارية وتحظى بالأغلبية في حضورها في الأسواق التجارية، وبالتالي ممكن أن تكون شركة رائدة في أعمالها وفي طبيعة نشاطاتها التجارية. هذا كله يدعونا أن نراقب هذه الشركات أو نعمل مع هذه الشركات بشكل مستمر حتى نتيقن بأن هذه الشركات هي شركة رائدة، هي شركة متميزة في أدائها وفي أعمالها وفي مخرجات أعمالها. النقطة الأخرى من خصائص الابتكار التسويقي العمل على استغلال الأفكار الجديدة بشكل كفو وفاعل لتعظيم المنفعة المتوقعة منها. كل المنتجات يوجد فيها قيمة جوهرية، هذه القيمة الجوهرية هي مركز ثقل المنتج. إن لم يكن هذا المنتج بمستوى راقي بمستوى عالي من المحتوى الجوهري أو القيمة الجوهرية اللي موجودة في الجهاز أو في المنتج يكون عرضة للاستغلال، يكون عرضة للتشويه إذا كان هذا المنتج لا يحقق طموحات الزبون أو طموحات المستفيد من هذه الخدمة. دكتور سالم صورتك نعم. صورتك نعم. مو واضحة.
صورة مطوفة في الكهرباء. يلا توكل بالله. تعرف احنا يعني قاعدين وين. يلا اوكي 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 اوكي. فالنقطة الاخرى من خصائص الابتكار التسويقي شمولية الابداع والابتكار لجميع عناصر المزيج التسويقي. عناصر المزيج التسويقي هنالك علماء يقولون هم هي اربعة: المنتج والزبون والمكان والبروموشن العامل الترويجي. وهنالك من يجزئها الى سبع عناصر مزيج تسويقي بشكل اوسع من النقاط الاربعة. اذا شمولية الابداع يفترض ان تكون في عناصر المزيج التسويقي، يفترض ان تكون في المنتج نفسه. عناصر الابداع والابتكار يفترض ان تكون في الدعاية والترويج اللي يقوم بها الشركة من خلال الاعلانات، من خلال تسويق الاعلانات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الشركة تحاول ان تبني قناعات لدى العملاء او الزبائن بان يكون منتجها هو الافضل وهو الاحسن من بين المنتجات الموجودة في الأسواق التجارية. وحضراتكم تعرفون أنه المنتجات يعني تكون في بس في لحظة دكتور. نعم. سالم إيش. نعم. يقول لي دكتور عامر الصوت مو واضح. الصوت مو واضح جماعة؟ ما أعرف أنا أسمع منه. يا رجع في الكهرباء هسه. يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هاي وطنية لو مولد والله حاليا ما لا لا مولد هاي ما طول طولت يعني مولد. يلا توكل بالله توكل بالله. بس دكتور عامر دكتور يقول الصوت مو واضح دكتور مظفر، بس بالنسبه لي صوت واضح. نعم احتمال أوكي. يعني موضوع يتعلق بالسماعه او ما شابه ذلك. فالشركات مثل ما قلنا تقوم على السعي الى التميز في أدائها والسعي في ابتكار الأدوات الإنتاجية أو التسويقية حتى تكون في مصاف الشركات المميزة أو الشركات الرائدة في عملها. طبعا هنالك أنواع من التسويق الابتكاري حسب نوع وطبيعة المنظمة أو الشركة، حيث يكون التسويق في ابتكاري في المؤسسات هادف لتحقيق الربح وأخرى غير هادف لتحقيق الربح، مثل منظمات الـ NGO تقوم بتسويق خدماتها طوعية إلى شريحة معينة من المجتمع، أو تقدم خدمات مجانية إلى شريحة أو في فترة زمنية إلى المجتمع، وما شاهده في البرامج كثير من البرامج المجانية أو التطوعية تقوم بها بعض الشركات وبعض المؤسسات أو المنظمات خدمة لفعالية معينة أو ظرف معين أو حالة معينة في هذا الجانب. النوع الآخر حسب الهدف التسويقي، يعني يكون الابتكار التسويقي يمكن أن يقسم التسويق الابتكار التسويقي حسب الهدف التسويقي إلى قسمين يهدف إلى حل دكتور مشكلة. سالم دكتور سالم. نعم. إذا ممكن تعرض اللي أنت ذا مسويه، إذا باوربوينت تعرضه على نطيتك برتجيه. نعم بس من اي ايكون اعرضه؟ اي انا منطيك هسه الشاشه برتجي، يعني تقدر تشوفنا اللي تشوفه انت اذا عندك عرض باوربوينت تشوفنا اياه. نعم هسه راح اسوي لك شير. راح اسوي لك شير. يلا اوكي. اي هسه حلو. يلا توكل بالله. يلا. اذا التسويق الابداعي حسب الهدف من التسويق، هنالك تسويق يقوم لحل مشكله تواجهها المؤسسه او معالجه ظاهره غير مرغوب فيها، يعني كان يكون هناك خلل في طبيعة المنتجات، يعني أحيانا يظهر الخلل بعد التصنيع وأثناء الاستخدام، مثل ما عرفنا أنه شركة تويوتا استدعت أكثر من 150 ألف سيارة من السوق التجاري لوجود خلل في منظومة البريك. 5 مليون 5 مليون دكتور سالم بس أصلح لك. 5 مليون سحبوا. 5 مليون صور بالسوق المحلي مالتهم 150 ألف، بس 5 مليون دعت الى استخدام، لانه هذا الموضوع هو موضوع حيوي ومؤثر. هذه هذا الخطا يؤثر على العلامه التجاريه للشركه، وبالتالي على خلاف الشركات الامريكيه، الشركات الامريكيه تعطي مبلغ من المال لصاحب السياره حتى يقوم بمعالجه الخطا التصنيعي في هذا الجانب، ولكن الشركات اليابانيه تسترجع البضاعه اللي فيها خطا تصنيعي
يمكن يؤدي إلى ضرر أو إلحاق أذى للمستخدم أو يمكن إلى فقد الحياة في هذا الجانب. الهدف الثاني يهدف إلى تحسين الأداء وارتقاء به. يكون الابتكار في هذه الحالة مبادرة، أي تقوم المؤسسة أو المنظمة بمعالجة المشكلات التنظيمية داخل إطار المؤسسة من خلال العلاقات التنظيمية بين الرئيس والمرؤوس، أو العلاقات التنظيمية بين الأقسام والشعب والوحدات الإنتاجية والوحدات التسويقية، أو المعالجات للمشكلات الحاصلة في طبيعة الإنتاج من حيث المكننة والأتمتة والارتباط بالابتكار والإبداع. أنواع التسويق أيضا حسب العملاء، يمكن تقسيم السوق الإبداعي الابتكار إلى اتجاهين حسب العملاء. ابتكار موجه نحو المستهلك النهائي الاند يوزر، وهو يركز على إثارة الدوافع العاطفية وممكن تحفيز الزبون لشراء هذا المنتج أو ذاك المنتج من خلال الدعاية أو الإعلان أو إيجاد حاجة، استحداث حاجة معينة للزبون. يعني اليوم احنا نشوف الموبايل أو الكمبيوتر أو اللابتوب، يمكن احنا نستخدم من عنده 20% من إمكانيات وقدرات الفنية اللي موجودة به. هناك استخدامات كثيرة موجودة بالموبايل لا نقوم على استخدامها، بعض البرامجيات المتعلقة بالسيستم نفسه سواء كان اندرويد او غير اندرويد، ولكن الشركات ايضا تعمل على استحداث بعض الحاجات اللي ممكن ان تبيع بها منتجات خلينا نقول عليها كمالية او اضافية بالنسبة للمنتج النهائي. والثاني موجه الى المستهلك الصناعي، وهو يركز على الدوافع العقلانية وبعدها الفني والاقتصادي والاستثماري من خلال تزود بالموارد الأولية أو المواد الأولية للتصنيع، كأن يكون حبيبات البلاستيك أو النفط الخام أو لدائن أو مشابه ذلك أو حاويات أو مشابه ذلك. إذن هناك ابتكار تسويقي لجعل الزبون في حاجة ماسة، لجعل الزبون أو المستفيد في الشعور بالحرمان لوجود هذه التقنية أو تلك التقنية تحت استخداماته تحت رغبته. المبتكر التسويقي هو الشخص الذي يكون قادر على تقديم الأفكار الجديدة والغير مسبوقة والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس أو المساهمة في ذلك في أحد المجالات التسويقية، إلى جانب توفر الإرادة والرغبة والحافز لتقديم هذا النوع من الأفكار. والمنظمة معنية بتوفير البيئة الملائمة للإبداع والابتكار ومقومات تحويل مخرجاته إلى الواقع التطبيقي. احنا قلنا قبل قليل قلنا هنالك قسم الR&D اللي موجود في كل الشركات التجارية. هذا القسم يكون مسؤول على تطوير المنتجات أو تطوير نظام العمل أو إضافة خدمات أخرى أو إضافة ميزات تنافسية للمنتج، وأن توفرت عناصر الجودة في مكوناته أو في مخرجاته أو في طريقة عرضه في طريقة تسويقه. إذن تعمل الشركات بشكل مستمر على إضافة ميزات تنافسية لمنتجاتها حتى تكون مطلوبة رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة لدى الزبائن، وفي تكون لديها أيضا فرصة سوقية في السوق العالمي أو السوق المحلي. وهنالك بعض الإجراءات أو بعض الأفكار التي تقوم بها الشركات على استقطاب المبدعين من الكليات المتخصصة في فرع من فروع العلم، كأن يكون هندسة برامجيات أو هندسة طائرات أو هندسة نفط أو ما شابه ذلك. تذهب هذه الشركات لاستقطاب الطلبة الأوائل وتقدم لهم حوافز وتقدم لهم بعض المعينات وتحقق لهم أيضا فرصة للتعيين أو العمل في هذه الشركة، ويمكن أن تدعمهم لإقامة مشاريع أثناء الدراسة أو دعم مشاريع تقوم بها الكليات أثناء الدراسة أيضا، من أجل أن تكون هنالك موائمة بين مخرجات التعليم العالي والشركات الإنتاجية. طبعا هذا مكسب للشركات أن تستقطب هؤلاء المبتكرين أو المبدعين وتكتشف عناصر الإبداع لديهم
حتى يمكن أن يكون عنصر مستقبلي يعمل في هذه الشركة ويكون عنصر جذب لأن تكون هذه الشركة إبداعية أو ابتكارية وتكون متعلمة للوصول إلى أهدافها استراتيجية وأهدافها التسويقية في هذا الجانب. مهارات المبتكر التسويقي، إذا هنالك مهارات يمكن أن يتصف بها المبتكر التسويقي الذي يعمل في حقل التسويق. طبعا تعرفون حضراتكم الشركات عندها إمكانية عالية في عملية الإنتاج ومخرجات الأعمال، ولكن هذه مخرجات الأعمال تحتاج إلى مسوق أن يدفع بهذه المنتجات إلى الأسواق التجارية والبحث عن شرائح مستهدفة في المجتمعات والبحث عن مناطق جغرافية أيضا يمكن أن تسوق إليها البضاعة بشكل يسير وبشكل موضوعي وبشكل حتمي حتى ممكن أن تجد مشترين لبضائعها في ظل المنافسة الحتمية في تلك الأسواق أو في تلك المناطق أو في شريحة معينة من المجتمع. ودائما هذه المهارات قد تكون مهارات فطرية، يعني من هو طفل عنده مهارات التفكير أو الإبداع، ويمكن أن تستثمر هذه المهارات وتتطور بشكل أو بآخر حتى تصل إلى مستوى التميز في تحقيق الأصالة والطلاقة في التفكير والإحساس بالمشاكل والمرونة وحب الاستطلاع. هذه كلها صفات يتصف بها المبتكر التسويقي، والمثابرة وقبول التحدي والقدرة على الاتصال الفعال، وهي من المهارات اللازمة للتفكير الإبداعي. إذن التفكير الإبداعي في الجانب التسويقي يحتاج إلى أشخاص يتميزون عن الآخرين بالطلاقة والأصالة وقبول التحدي في جعل منتجات الشركة رقم واحد في السوق التجاري، ويمكن أن تكون الطلبات عليها كثيرة لكي تلبي حاجات الزبائن أو حاجات المشاريع الصناعية أو ما شابه ذلك. أيضا هذه الصفات يفترض أن تكون قائمة وتكون تحت أنظار الأشخاص المهتمين بالمبتكرين، وتهيئ لهم بيئة ناضجة، بيئة مجهزة بكل وسائل الدعم والإسناد. حقيقة أنا شفت مختبرات شركة سيمنز ألمانيا قبل حوالي سنتين، زرت الورش الفنية للتدريب لديهم، ووجدت فيها من الطلاب العرب السعوديين والمصريين والكويتيين وبعض الدول العربية الأخرى يعملون على تطوير بعض المنتجات لشركة سيمنز، ومهيئة هذه المختبرات بكل وسائل الدعم والتخصص الدقيق. يعني وجدت هنالك أشخاص متخصصين بأجهزة التكييف، وجدت هنالك أشخاص يهتمون بالمنظومات الكهربائية وكيف يطورون هذه منظومات الطاقة وما شابه ذلك، وجدت أشخاص في 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 موضوع التصميم للمنتجات أو ما يسمى أحيانا في فرع آخر ميكاترونيك، يعني كيف يستخدمون الروبوتكس في عمليات الإنتاج أو عمليات تقليل مصادر الطاقة أو المناقلة والمناولة بين العمليات الإنتاجية داخل المعامل. وهنالك ورش فنية مصغرة للمعمل اللي يتخصص بإنتاج المعالجات الحرارية أو ما شابه ذلك. إذن البيئة المبتكرة، تعرفون حضراتكم شركة سيمنز هي الشركات الرائدة بإنتاج الطاقة الكهربائية، ولديها في موضوع التكييف وما شابه ذلك، وهذه الورش الفنية على دقة عالية في نشر الإبداع والابتكار لدى الطلبة أو لدى المتدربين في هذا الجانب. في جانب آخر أيضا، بعض الشركات تستقطب طلاب من دول العالم
وحسب بعض الاختبارات تقوم على أساس أنه تقيم عليهم اختبارات دقيقة لتحقق من مستوى الذكاء، تحقق من مستوى الإبداع والابتكار، وتمنحهم فرص للدراسة مجانية على أن يقوموا بتطوير جهاز معين أو منظومة أو شبكة معينة من خلال الدراسة ومن خلال إقامة مشروع معين مع أستاذ مشرف في تلك الجامعة، ويستقطب عدد من الطلاب من كل دول العالم ويمنحهم الدعم الفني والدعم المالي حتى يمكن أن يتواصلوا معه، ويحقق لهم أيضا متطلبات النجاح وبيئة الابتكار والإبداع حتى ممكن أن يكون عنصر من عناصر الإبداع والتطور لهذه المنتجات بشكل عملي أكثر ما هو نظري. أهم المهارات الابتكارية الأصالة، ويقصد بها قدرة الشخص على إيجاد أفكار تتصف بالجدية غير مألوفة، أي يكون قادر على التوصل إلى حلول أو أفكار جديدة لم يسبق أن يصلها أحد غيره، وهذا لا يعني إهمال الأفكار المألوفة أو التي قد سبقه غيره، لأنها تساعده في الوصول إلى شيء جديد أو توحي له بفكرة غير تقليدية يمكن استخدامها كوسيلة لاستبعاد الأفكار التي تشبه أو تكون قريبة من الأفكار المألوفة. إذن هذا الشخص لابد أن تكون لديه أصالة في استحداث أو تطوير الأفكار من قبل الآخرين حتى يمكن أن يكون مبدعاً وتكون منتجات ذات قيمة إبداعية، ذات قيمة تميزية داخل الأسواق التجارية، وتكون عنصر جذب بشكل دائم لدى المستهلكين أو المستفيدين، وأيضاً تكون عنصر تنافسي مع الشركات الأخرى. يعني إحنا لو نعمل مفاضلة ما بين الشركات الأوروبية أو الأمريكية في صناعة السيارات، لنجد هنالك فارق في طبيعة الإنتاج من حيث التصميم، من حيث التركيب، من حيث المتانة، من حيث الجودة، من حيث استخدام قطع الغيار، وهذا الاختلاف نابع من فلسفة الشركة في عملية الإنتاج، حيث قد تؤكد أو تركز في فلسفة الاستراتيجية على موضوع المتانة أو قيادة الكلفة أو تكون اقتصادية، أو تأكد على موضوع الأمان والسلامة مثل ما نجدها في السيارات العمانية، تأكد على موضوع السلامة والأمان وهكذا. إذن كل شركة تحافظ تريد أن تحافظ على سمعتها أو علامتها التجارية من خلال إبداع أو ابتكار التسويقي في طبيعة منتجاتها. يعني إحنا إذا أريد نشتري علبة دواء يمكن نلقى فيها بقدر نص جريدة معلومات عن هذا الدواء، ولكن كم مستفيد من هذا الدواء يقرأ هذه النشرة الدوائية أو البطاقة الإعلامية كما يسمى لهذا الدواء. وأحيانا تصدر كتيبات عن السيارات المنتجة، كتيبات ضخمة وكبيرة تعطي معلومات كثيرة عن المستخدم أو المستفيد من هذه السيارة أو تلك العجلة، حتى تكون قد أوفت بتعهداتها لدى الآخرين بتصدير المعلومة أو إعطاء المعلومة عن طبيعة هذه المنتجات، وتحقق نوع من الرغبات لدى الزبائن بالتعرف عن طبيعة هذه المنتجات المقدمة وإمكانياتها وقدراتها وإمكانية صيانتها وطريقة صيانتها. إذن كل هذه المعلومات التي نجدها في هذه الكتيبات هي نشر معرفة ونشر معلومات عن طبيعة هذه المنتجات التجارية أو المسوقة للبيع. وأحيانا تصدر هذه الكتيبات بلغات متعددة، نجدها عربية وإنجليزية وصينية وإلى اللغات العالمية الأخرى التي تحظى بالاهتمام لهذه المنتجات. إذن الشركة لا يمكن أن تكون بمعزل عن النهاية، نهاية أو المستفيد النهائي لهذه المنتجات. دكتور سالم، بس إذا تسمح لي، لأن تجينا رسائل هواية مدى يقدرون يدخلون، خلي شوية نرتاح في الدقيقتين ثلاثة.
اوكي على راحتك. ونرجع مره اخرى. لا بس اذا اكو تداخلات، اذا احد عنده مداخله استفسار ممكن. لا بس يعني بس طريقتنا ورا ما تكمل ان شاء الله. على راحتك. يلا فاذا دقيقتين ثلاث دقائق الى الخمسه ونرجع على راحتك. نفس الرابط ان شاء الله. يلا حتى بين ما ترتاح تشرب لك شويه مي. صار يلا تحياتي أشكرك. تحياتي انتظركم ورا دقيقه. هلا هلا تحياتي. صار نعم. المهارة الثانية في المهارات الابتكارية الطلاقة في التفكير. يجب أن يتصف التفكير المبتكر التسويقي بطلاقة وتعني القدرة على الوصول إلى أكبر عدد من الممكن من الأفكار. شوف شوفنا الشاشة مرة أخرى يا دكتور. آه إن شاء الله. حتى أفضل إلك وإنا. أوكي أوكي. الطلاقة في التفكير أي يتصف المبتكر التسويقي بالطلاقة في التفكير وقدرته على الوصول إلى أكبر قدر من الأفكار وبصرف النظر عن إمكانية الأخذ بها أو من عدمها. يجب على المبتكر أن تكون لديه قدرة على تقبل أي فكرة تطرأ على ذهني دون تقييمها، وبالتالي يمكن تصور التوصل إلى أكبر قدر من الأفكار التي يمكن أن تساهم بخلق فكرة معينة أو إضافة ميزة معينة للمنتجات القائمة أو ما شابه ذلك. الخصيلة الأخرى اللي هي الإحساس بالمشاكل والرؤية العميقة للأشياء، يعني قدرة المبتكر التسويقي أن يتحسس الأشياء التي تكون في صميم المنتجات أو مخرجات الأعمال بالنسبة للشركات أو طريقة ترويجها أو طريقة تصنيعها. أحياناً يدخل المسوق في طريقة الألوان المستخدمة أو الملمس مالها، يعني يستخدم التسويق الحسي في هذا الجانب حتى يتمكن من أن تكون لديه قدرة على بعث فكرة معينة، فكرة معينة جديدة أو تصدير فكرة معينة أو مجموعة أفكار يحاول أن يدخلها في طبيعة المنتجات القائمة كاللابتوبات أو التابات أو الحواسيب أو منظومات الألعاب اللي موجودة في بعض البرامجيات. وهذه كلها يمكن أن تضيف ميزة تنافسية أو قيم عليا يحاول الزبون أن يحصل عليها أو يستفيد منها أو يستفيد من بعض خصائصها اللي موجودة. إذن القدرة على الإحساس بالمشاكل هو قدرته على تصميم بعض الأشياء التي يمكن أن تدعم المتانة في طبيعة المنتجات القائمة أو طريقة استخدامها أو طريقة استهلاكها أو طريقة التعرف عليها أحياناً أو طريقة خزنها أو نقلها أو تعبئتها أو ما شابه ذلك. كل هذه الأمور تحتاج إلى مبتكرين تسويقيين يساهمون في إضافة مزايا تنافسية أو قيم عليا للمنتجات القائمة أو المعدة للبيع. النقطة الرابعة وهي تعني المرونة وتعني عدم التفكير داخل حدود وأطر ثابتة. إذن لابد أن يكون المبتكر التسويقي غير مقيد في أطر محددة أو ثابتة أو مقننة، وإنما ينطلق إلى أفكار جديدة من خلال الاطلاع على المنتجات المنافسة، من خلال الاطلاع على البرامجيات المنافسة، من خلال الاطلاع على طريقة تصنيع لدى الشركات المنافسة أو طريقة الترويج للمنتجات، ويمكن من خلال الاطلاع القائم على كل هذه المعلومات يحاول أن يبلور فكرة معينة ويعمل موائمة ما بين الأفكار القائمة في المنتجات الموجودة في الأسواق التجارية ويعمل على تطويرها بشكل أفضل حتى يمكن أن يقدم منتجات ذات ميزة عالية من التنافس وتحقق قناعة لدى المستفيد من هذه المنتجات بشكل أو بآخر حتى يستقطب الزبون، ويعمل على تعزيز الولاء للعلامة التجارية أيضا حتى يمكن أن تستفيد الشركة من هذه الخاصية وتبقى تحافظ على عملائها أو زبائنها الحاليين واستقطاب الزبائن المستقبليين أو في الوقت القادم. مناخ الإبداع والابتكار، يعني المنظمات الابتكارية لازم تشجع أفرادها
على تطوير طاقاتهم الابتكارية والإبداعية. الواقع العمل اللي احنا نشوفه في مؤسساتنا او منظماتنا الانتاجية في البلاد العربية هو غير الواقع اللي تعيشه المنظمات الابتكارية او المنظمات الانتاجية داخل السوق الأوروبية او الأمريكية او جنوب شرق آسيا او ما شابه ذلك. اذا هنا حدة التنافس غير متكافية ما بين طبيعة المنتجات خلينا نقول عليها العربية او الغربية او ما شابه ذلك. أنا لا أقصد أنه كل المنتجات الغربية هي بمستوى الجودة والمتانة، ولا أقول كل المنتجات العربية هي في مستوى الجودة والمتانة، ولا كل المنتجات الأمريكية في مستوى الجودة والمتانة. هناك حضرات هناك مواصفات قياسية تعتمدها الشركات تحاول أن تعكسها في طبيعة المنتجات اللي تقدمها للجمهور أو تقدمها للمستهلك الصناعي أو ما شابه ذلك. إذن هنالك خلاف في نوعية المواصفات القياسية المعتمدة أو في طريقة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في هذه الشركة الغربية أو في الشركة العربية أو في الشركة الأمريكية أو في الشركة في جنوب شرق آسيا. إذن عملية التوائم بين هذه المنتجات من حيث المتانة نشاهد بها نوع من الاختلاف. حتى يعني الزبائن من يجي يشتري بضاعة معينة يسأل هل هذا المنتج أصلي لو امتياز. يعني هذه الفروق يعني لا يمكن أن يكون المنتج الأصلي هو نفس الامتياز بالنسبة للمستهلك النهائي. كثير من المستهلكين أو الزبائن يتحسسون كثيرا من البضائع التي تنتج بامتياز لأنه تنتج يمكن بأسعار مخفضة أو عمالة مخفضة أحياناً، كأن يكون تنتج في الإمارات مثل العطور وغير العطور وبعض المنتجات وتأخذ علامة تجارية بامتياز من شركة عالمية، وأيضاً لا تكون بمستوى الدقة مستوى القوة أو مستوى القيم اللي موجودة بها القيم الجوهرية اللي موجودة في هذه المنتجات، وأيضا ترفع شعار الجودة في على ليبلاتها، ترفع شعار الجودة على التعبئة والتغليف، ولكن لا تصل إلى مستوى الأصالة في وجود القيم الجوهرية في هذه المنتجات. يعني احنا نتحسس دائما من خصوصا في شراء الأدوية يقول هذا أصلي، منتج أصلي، وهذا إسباني، وهذا إماراتي، وهذا تركي. إذا هنالك أنواع متعددة نفس المنتج، نفس العلامة التجارية، ولكن نفس المادة العلاجية، ولكن علامات التجارية مختلفة وفعالية هذه الأدوية أيضا مختلفة. يعني بعض الأطباء الحاذقين يقول استخدم المنتج الفلاني ولا تستخدم أي منتج آخر لأنه يحمل الكفاءة والفاعلية في طريقة الإنتاج ويمكن أن يؤدي دوره في معالجة حالة مرضية معينة. أو لا تشتري سيارة إنتاج ماليزيا أو ماليزيا أو دولة أخرى من دول النمور الآسيوية لأنه هي ليست كالمنتج الياباني وإن كانت أنتجت بامتياز من شركة يابانية مثل تويوتا وغيرها. إذن العلامة التجارية أو مناخ الإبداع والابتكار داخل المعامل أو المصانع التي تنتج منتجات بعلامات عالمية مثل تويوتا وغيرها في دول أخرى بامتياز، ولكن الامتياز لا يمكن أن يكون نفس الشركة الأصلية. حتى الشركات الأصلية تحاول تحافظ على علامتها التجارية من خلال تمسكها بعناصر ومعايير الجودة، ولا يمكن أن تسمح لأنفسها أن تنتج منتجات بمستوى الامتياز. دائما نشوف الامتياز هو رقم واحد والمنتجات البديلة الامتياز هي رقم ثلاثة أو أربعة من حيث الاستخدام أو الاستهلاك أو المنفعة المتبادلة. مناخ الإبداع والابتكار التسويق أيضا لابد من تخصيص وقت مناسب للتفكير، أي يمكن أن يعطي أو يعطي مساحة من التفكير للمبتكرين حتى يمكن أن يطوروا أفكارهم ولمجموعة معينة من المنتجات أو الخدمات. وطبعا هذه المنظمات
تدعم من ضمن السياسة أو خطة مكتوبة. أغلب المنظمات تشجع أفرادها الاستفادة من أوقات الفراغ، وهو عامل أساس للحث على ابتكار أفكار جديدة، مثل ما سمحت شركة أمثلي العاملين بقضاء 15% من وقتهم العمل للتفكير في شيء جديد أو تعلم شيء جديد أو حتى فعل ما يودون فعله، ولكن يؤدي إلى نتائج قيمة يمكن أن تنعكس في طبيعة المنتجات والخدمات التي تسوقها. وليس بالضرورة أن يكون الابتكار في المخرجات النهائية للسلع والخدمات، وأحيانا يكون الابتكار في طريقة عمل هذه الأشياء، في طريقة توريد هذه الأشياء من خلال أتمتة الأعمال، من خلال استخدام الروبوتكس، من خلال تقليل مصادر الطاقة أو استهلاك الطاقة، من خلال اقتصار عمليات النقل والمناولة داخل المصنع. وهذا كله ابتكار حتى ممكن أن يقلل من تكاليف الإنتاج أو يقلل من العمالة أو يقلل من استخدام الطاقة الكهربائية أو الطاقة السائلة أو الطاقة الجافة أو ما شابه ذلك. إذا الابتكار لا يمكن أن تصوره ويقتصر على المنتجات النهائية، ولكن يقتصر على اقتصاد الموارد في هذا الجانب. المشاركة الحقيقية أيضا، الأفراد في المنظمات الابتكارية جزء من نظام متكامل، يعني لا يعملون بمعزل عن بقية الوحدات الإنتاجية والخدمية داخل المؤسسة أو الشركة، إذ هم يعملون بأخذ أفكارهم أحيانا من طريقة عمل الأشياء داخل المؤسسة، ويحاولون أن يبتكرون طرق أخرى يمكن أن تقلل من الجهد أو الكلفة أو السعر أو ما شابه ذلك، وبالتالي يحققون ميزة تنافسية. اليوم العامل التسويقي عامل مهم في عملية بيع هذه المنتجات إلى المستفيدين منها. التسامح أثناء الأخفاق، الشركات الابتكارية تتغاضى عن بعض الأخفاقات في الأفكار الإبداعية لمساعدة على الأفراد على السعي والبحث لاكتشاف الفرص. الخطأ اللي ممكن يحدث بالشركات المتقدمة هو عامل محفز على إيجاد الحل، وليس هو عامل محفز على إصدار العقوبات وما شابه ذلك. تحضرنا قصة أحد العاملين العراقيين في الإمارات، كان يعمل في شركة إنتاج الألبان، وأثناء العمل سقط محرار زئبقي في قدر يحتوي على 5000 لتر حليب، وكتب مذكرة إلى مدير الإنتاج بأنه حدث خطأ في عملية الإنتاج وسقط محرار زئبقي في 5000 لتر حليب، وانطى معلومة عن هذا الموضوع. فمدير الإنتاج رأسا كتب مذكرة إلى مدير الشركة بأنه حدث خطأ أدى إلى تلف 5000 لتر حليب، 5 طن حليب، وما هي إجراءاتكم؟ فرأساً صدر قرار بفصل هذا العامل أو الموظف لأنه ارتكب خطأ وسبب خسارة فادحة بالنسبة للشركة. لكن إبداع مدير الإنتاج رجع إلى مدير الشركة وقال له هذا ما يصير، إحنا هذا نبطله، لأن هذا بلغ عن الخطأ، لو كان ساكت يمكن كان الشركة دمرت، يعني علامة تجاريتها راح تكون معرضة للتهديد أو عدم التنافس أو الحيود، وراح تسبب خسارة مستقبلية علامة تجارية. فالأفضل أن يبقى في مكان عمله ونحافظ على أخلاقه في عملية الإنتاج، ونحافظ على سلوكه أثناء عملية الإنتاج، ونحاول أن نجد طرق أخرى بديلة لعدم تكرار هذا الخطأ، وعدم إمكانية أن تكون الشركة في مأزق حقيقي أمام خطأ صغير لم يبلغ عنها، لم يبلغ عنه أحد أفرادها أو أحد موظفيها. إذا نحتاج أن يكون هنالك إبداع في موضوع الإدارة لهذه الأشياء. النقطة الأخرى، تجارب عملية ممكن أن تكون في بعض الشركات مثل بصرف لاصلي،
قيامه بمبادرة إنشاء مركز الأفكار من أجل جمع الأفكار والعمل بها، وأصبحت تلك المبادرة طريقة أساسية من طرق هذا الفرع تشجيع العاملين على الابتكار بتطبيق الأفكار التي يتم رفعها إلى المركز مع قواعد الإثابة. الحقيقة البيئة اللي ممكن أنا دائما من محاضراتي يعني أحاول أن أربط ما بين البيئة المتقدمة والبيئة الواقعية اللي إحنا نعيشها. اليابانيين يستخدمون طريقة في توثيق الابتكارات، يعني هنالك سجل مرقم ومكربن، فأي عامل أو أي موظف عنده طريقة إبداعية أو ابتكارية ممكن يضيف ميزة تنافسية في عمليات الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو ما شابه ذلك. يمكن أن يكتب هذه الفكرة وترفع إلى الإدارات العليا حتى لا تسرق هذه الفكرة أو حتى لا يتم نسخها وتقديمها باسم آخر أو ما شابه ذلك، مثل ما هو موجود في أغلب منظماتنا. ويمكن أن تكون عامل لتثبيت الملكية الفكرية لهذا الابتكار أو الإبداع، وهو ضمانة حقيقية للمبتكر بأنه ابتكاره أو فكرته لم تذهب سدى، وإنما قد أحيطت بعناية وأمان وتوثيق لهذه الأفكار. إذن عمليات توثيق الأفكار أيضا تحتاج إلى إدارة ذات فكر ثاقب من أجل ضمانة وصول هذه الأفكار الإبداعية إلى الأشخاص المختصين أو المسؤولين في هذا الجانب. أيضا هنالك شركة كاراجين منصبا أضافت خصصت منصبا وظيفيا وهو رئيس قسم الإبداع، وهذه الوظيفة تتمثل في ضمان اجتهاد الشركة بوعي واستمرار تكون الأكثر إبداعا ما بين الشركات المنافسة. إذن هنالك في بعض الشركات تحتضن المبدعين أو المبتكرين في طريقة عملهم وتؤسس لهم قسم خاص وتوفر لهم البيئة السليمة لأجل تقديم الأفكار الإبداعية والابتكارية، حتى ممكن أن تصبح الشركة مميزة ولا جدارة في السوق التنافسي ما بين الشركات الأخرى. ذكر أيضا مركز إليسكو بلو سكاي المتعة لمساعدة فرق الإبداع على خلق أفكار ابتكارية من خلال استخدام عمليات غير عادية مثل ابتكار منتجا ب$5 في 5 أيام أو انتظار ما يمكن أن يتم فيما بعد. إذن تعطي بعض الأفكار أو بعض الطموحات لدى المبتكرين في إنتاج أشياء بسيطة وأشياء عملية، ويمكن أن تحظى باهتمام المستهلكين أو الزبائن، وعملية تسويقها أيضا يمكن أن تكون سريعة وفعلية. أيضا في هذه الصفحة الأخيرة أنتهي من إلقاء المحاضرة، وأستمع إلى الآن إلى استفساراتكم ونقاشاتكم، وأتقدم بالشكر الجزيل للمشاركين معنا في هذا اليوم السعيد. تحياتي للجميع وسلامي للجميع. شكرا جزيلا دكتور سالم، عاشت ايدك على المحاضرة المهمة جدا. أنا بس عندي كم رأي وافتح باب النقاش لأن دكتور مظفر يريد يدخل معاك بنقاش. بالنسبة على المنتج، تعرف هسه الشركات الكبيرة بعد ما تنتج باسمها، يعني الشركات اللي ذكرتها بالنسبة للسيارات، يعني عندنا احنا في بلجيكا مصانع سيارات بس العالم ما تعرف هاي الأوبل يعني ألمانية لو بلجيكية لو الفورد أمريكي لو إضافة الأجهزة الكهربائية. يعني أنا بنفسي من أحتاج حاجة، تعرف إحنا ألمانيا قريبة علينا ونروح نسوق، من أدور على فيليبس أقولهم الأصلية وينه، يقول بعد ما تنتج فيليبس. هذا بورش هاي الثلاجة قال ما تنتج، كلها موزعتها على دول امتيازات وخلاص. الحقيقة دكتور العالم المتنافس أوجب على الشركات إلى إقامة نوع من الشراكة أو الاندماج أو ما يسمى بالجوينت فويتشر، أي شراكات العالمية أو شركات عابرة للحدود، من شركة ABB اللي اندمجت بين شركة سويدية وشركة أعتقد ألمانية،
أو شركات أخرى مثل الشركات اليابانية أيضا بها اندماجات، ولكن هنالك بعض الأشياء تحتم على الشركات أيضا أن تغير من علامتها التجارية. يعني إحنا خلال السنوات لا أقصد نفس الشركة الشركة نعم. الماركة تعطي امتياز خلاص بعد أجيك بالكلام. شركة جولد ستار حضرتك يمكن يعني مطلع على علامة التجارية جولد ستار شركة كورية، ولكن هذه الشركة فقدت منتجاتها من الأسواق التجارية، وجدت إلى وصلت هذه الشركة إلى حالة تسمى بالتسويق نقطة تمركز المنتوج، يعني هي النقطة القصوى التي يمكن أن يصلها هذا المنتوج من حيث الأرباح. النقطة اللي بعدها يبدأ المنتج بالهبوط من حيث التوزيع والبيع والإنتاج وكذا وكذا. هذه الشركة شركة جولد ستار وجدت أنه ما تقدر تستكمل طريقها تحت نفس العلامة التجارية، فنزلت بالأسواق التجارية بمنتجات ذات تقنية عالية، تقنية ذات جودة عالية، منتجات منافسة قوية لكل المنتجات القائمة في الأسواق التجارية، وغيرت من علامة التجارية من جولد ستار إلى LG. حضراتكم كلكم تعرفون شركة LG. إذا شركة LG هي العلامة البديلة لشركة جولد ستار السابقة. الشركة يعني ما كل يوم منتج ينتج 100% من قبل دولة معينة. الطائرات لو نجي ندقق في تفاصيلها ومكوناتها نجد أغلبها منتجة من دول آسيوية أو دول أوروبية أو دول أمريكية. حتى الشركات الأمريكية بدأت أيضا منتجاتها تتكون من عدة دول، يعني من 5 إلى 10 إلى 15 دولة. نعم يعني نعم واضح. تحتاج آسيات، تحتاج عين دكتور سالم بس على مود الوقت، لأن هسه الجماعة يريدون حتى يسألوك حتى لا نأخذ وقت طويل. الدكتور مظفر وراء أستاذ عبد المنعم السيسي، وصلت الفكرة. تسلم. يلا دكتور مظفر. شكرا جزيلا. شكرا أستاذنا العزيز على هذه المحاضرة القيمة التي تضمنت كثير من المفردات والمصطلحات التي تهم الإبداع بشكل عام، وركزت حضرتك على الشركات والإشارة البسيطة إلى شخصية الفرد. ومن خلال أحاديثك والأمثلة التي ضربتها أنه في زيارتك لألمانيا وجدت، للأسف ما وجدت عراقيين، وكذلك للأسف عفوا هذا دليل أجب الحديث، وعد ما ضربت مثل على العمالة في الإمارات، لكنه باعتبارنا عراقيين فهمنا واقع العراق. فأحب أذكر بعض الأمثلة اللي أنا عشتها. للأسف إحنا أحوج ما نكون للإبداع والابتكار في العراق. نعم. أذكر من حيث واقعنا الحالي وأزمة كورونا والتعليم الإلكتروني. يعني أنا قدمت ما يشبه تماما هو ما يسمى الآن بالتعليم الإلكتروني، هو توزيع الآيباد بسعر رمزي أو مجاني على الطلبة من الثالث ابتدائي فما فوق، لأسباب عدة وذكرتها، إلى مجلس الوزراء مباشرة. ما تفعلوا يا كان ممكن تغنين عن كثير من المشاكل اللي صادفت طلبتنا حاليا في التعليم من الثالث ابتدائي. على أساس الثلاث سنين الأولى راح يتعلم القراءة والكتابة، ممكن يتعلم بها مواضيع عدة. أولا التخلص من طباعة الكتب جانب اقتصادي، شغلة أخرى هو التعامل مع التقنية. دكتور مظفر بإيجابية. دكتور مظفر عيني بس حتى المود الوقت، يعني ممكن نسوي لك محاضرة خاصة بس لك، بس السؤال اللي يخص دكتور سالم والمحاضرة، وبعدين طبعا لك حق تسوي لك محاضرة. الله يحفظك. تدعيهم مارد انعكاس الابداع والجودة على واقع البيئة العراقية خصوصا والبيئة العربية. الدعم هذا أنا ذكرته كمقترح، مرات الإبداع مو شرط يكون كعينة أو مادة، لا ممكن يكون على شكل فكرة أو مقترح تفيد. هذا ما وجدنا، وشنو السبيل؟ يعني احنا كعراقيين وانت شخص عراقي، هذا ما هو السبيل للبيئة العراقية أو المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية لدعم الإبداع والابتكار وليس المبتكر فقط؟ وشكرا جزيلا. يعني هاي دكتور مظفر تسلم، اعتقد دكتور سالم يعني لا ناقه له ولا جمل بهالموضوع، لان لا الندوه ممكن. الندوه اصلا موجودين من غينيا ومن السودان ومن مصر ومن الكويت. فنرجع على دكتور تسلم عيني دكتور مظفر،
حتى لا ناخذ من وقتنا. هذا مختصر حتى ما ناخذ من وقتكم بالموضوع اكبر. استاذ عبد المنعم، عبد المنعم السيسي من الكويت. استاذ عبد المنعم، دكتور عبد الامير، السلام عليكم. ها يلا تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا وسهلا. في الحقيقه ازيك يا دكتور، معلش انا اسف مش فاتح الكاميرا بسبب بدايه المرض النهارده شويه. يلا سلامتك يعني سلامتك. كنت رحت تعيد تعديلك؟ لا ما ابعد المايك بس شويه عنك. تفضل عيني. تفضل. الحقيقه الكلام اللي قاله الدكتور سالم او بالنسبه للابتكار والابداع هو بيدخل في اطار تطوير الاعمال. نعم. وبيدخل في اطار دور المدير الجديد في بعض الشركات اللي هو مدير المواهب. نعم. ودور العلاقات العامه في كيفيه تنميه وتطوير الاعمال بالنسبه للشركات. حضرتك اتكلمت عن المزيج التسويقي اللي هو بيتكون من اربع عناصر اللي هو المكان والمنتج والبرايس والبروموشن العرض اللي هم بيرتكزوا على عنصر واحد اللي هو الزبون. الزبون اذا لم يكن عنده الاربع عناصر اللي هم ممكن يؤدوا الى تفعيل وتطوير المنتج بالنسبه للشركات فلن يصل إلى حد الابتكار ولا حد الإبداع بالنسبة للشركات. نعم. القصة الأساسية في أن حضرتك اتكلمت عن الابتكار والإبداع من زاوية أخرى تماماً. اتكلمت عن دور مدير المواهب أو زي ما حضرتك سميته اللي هو مدير الابتكار أو مدير الإبداع في المؤسسات. هذه وظيفة مبتكرة. هذه وظيفة مبتكرة حديثاً يعني بعض الشركات. بالضبط. شخصت بأنه هنالك قسم متخصص أو شعبة متخصصة بالمواهب والأفكار. بالضبط بالضبط. إذا لم يكن هناك تنسيق ما بين إدارات العلاقات العامة وإدارات المواهب وإدارات الإبداع وإدارات الابتكار تحت مسمى واحد اللي هو مدير المواهب فلن يكون أي ارتقاء ولن يكون هناك أي تقدم بالنسبة للشركات. حضرتك ذكرت أمثلة لبعض الأفكار الإبداعية والابتكارية لتطوير المنتجات وأنا هضيف على حضرتك فكرة بسيطة جدا. شركة من شركات الكاتشب، شركة كاتشب لما تيجي تبيع أو الزبون بيجي ياخد إزازة الكاتشب بياخد فترة طويلة جدا عشان ينزل حوالي يمكن 5 جرام أو 10 جرام من الكاتشب لاستخدامهم في الوجبة الواحدة وبيعاني أشد المعاناة عشان ينزل كمية الكاتشب اللي هو عايزها. شركات الكاتشب اشتكت من عدم وجود رواج للسلعة فلجأوا لأحد المبتكرين وأحد المبدعين في عملية التسويق. فكانت الفكرة بسيطة جدا وفكرة ابتكارية جدا إن هم يوسعوا العين بتاعة إزازة الكاتشب شوية، دي من ناحية. من ناحية تانية تحويل العبوة بتاعت الكاتشب من عبوة زجاجية إلى عبوة بلاستيكية لعملية الضغط عليها مرونة في مرونة بالضبط. عملية الضغط عليها بدل ما ينزل 5 جرام ممكن ينزل 15 جرام وبدل ما إزازة الكاتشب تاخد وقت في عملية التسويق في عملية الاستخدام ما بين 5 أيام أو 7 أيام فممكن ان هي تستخدم في 3 ايام فقط وبالتالي يتم عملية السحب مرة اخرى من المنتج طالما ان هو المنتج بيلقى قبول او بيلقى استهلاك يعني نوع من زيادة زيادة بالاستهلاك. فبيزيد عملية سعد عبد المنعم انا خاف عليك تمريض. بس العائلة شغالة حتى لا تدخل بالتفاصيل يروح علينا الوقت. تسلم تسلم. هو أنا مش بدخل أنا مش بدخل في التفاصيل لكن بأكد للدكتور سالم تكلمت في بعض الصفحات بأنه المبتكر لديه قدرة على الإحساس بالمشاكل والمشاكل قد لا تكون مشاكل تصنيعية وإنما مشاكل الزبون مشاكل المستهلك مشاكل تسويقية. واضح. إذا ذكرت الدكتور سالم شكرا عين سعد عبد المنعم.
دكتور عبد الامير، انا بس طالب حاجه، انا طالب حاجه بس صغيره. احنا نخاف عليك استاذ عبد المنعم، نخاف عليك يا حبيب قلبي. استنى بس ما تستعجلش عليا يا دكتور عصام، ما تبقاش دكتاتور معايا. يلا يلا قول دكتور. الله يسترك، انت اصلا رئيس المنظمه بس ما تبقاش دكتاتور علينا. يلا اتفضل. احنا الوقت انا طالب بس من حضرتك، طالب من حضرتك يا دكتور سالم لو امكن تبعت لي بس الباور بوينت بتاع حضرتك لو في مجال، اكون شاكر جدا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل الدكتور عصام. تسلم تسلم. يلا عصام. الشفاء العاجل ان شاء الله. هاي دكتور ابراهيم عداك. تسلم. يلا يلا دكتور عبد الامير وينه؟ دكتور سيده. تفضل الدكتوره سيده. دكتور عبد الامير وينكم؟ اللي رفعوا ايديهم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا دكتور. تفضلي. الله يا مرحبا. كيفك يا دكتور عصام؟ يا اهلا مرحبا. سلامة سلامة. الله يخليك. ارحب بالجميع، كيف اخوال احوالكم؟ والف مرحبا. سلامة دكتور عبد المنعم، ما تشوف شر ان شاء الله. الله يخليك. طيب عفوا دكتور سالم، بس كان عندي مداخلة بسيطة او سؤال. طيب بالنسبة للمنتجات المستخدمة لمرة واحدة، يعني زي ما بنقول عليها بنسميها اللي هي الديسبوسل برودكتس دي، نعم. ممكن برضو تدخل في برنامج التسويق الابتكاري؟ أكيد. يعني أكيد. زي مثلا الوجبات الغذائية السريعة أو الأكواب تبعت الديسبوسل. هو أحيانا الشركات تخلق حاجة لدى الزبون، يعني الزبون ما يفكر بها أحيانا، ولكن تخلق له حاجة من أن يستهلك هذه البضاعة في أقصر وقت وأقل جهد وأقل كلفة. يعني نحن نشاهد الآن في الأسواق التجارية وجود كافيه في علبة مغلفة ورقية، ممكن فقط تضيف لها ماء حار تستهلكها، يعني ما تحتاج إلى مستلزمات ماتيريالز عديدة، حتى ممكن أن تعد قهوة في هذا الجانب. وأيضا أنتجوا هذه القهوة أو الكابتشينو في نكهات متعددة، حتى ممكن أن تلبي حاجات ورغبات الزبون، وأحيانا يرغم على الشراء استجابة لرغبته باقتناء هذه العبوة، والتي يمكن أن يستخدمها في نطاق العمل أو نطاق السيارة أو ما شابه ذلك، يعني خارج إطار الترتيب المنزلي أو العمل. فاستخدامها بسيط وتحتاج فقط أنه إضافة ماء ساخن إلى هذا المنتج وتستهلك بطريقة نهائية وبشكل، ويمكن أن حتى لا تحمل معك أكواب زجاجية أو بلاستيكية، مجرد أنه تنتهي من استهلاك هذه القهوة ترميها في سلة النفايات وينتهي الموضوع مالها. وهذه النكهات المتعددة تعطي طابع للشراء بأكثر من نكهة. أنا شايف العبوات المسوقة في نكهات كثيرة، ممكن أن يحتاج النكهة اللي هو يرغبها وينتهي الموضوع مالها. هذا ابتكار يعني سهل الكثير من زيادة استهلاك القهوة أحيانا على مستوى العالم أو ما شابه. نشاهده في المطارات، مجرد يحتاج أنه ماء ساخن يضيف على هذه العبوة المغلفة ويستهلكها بطريقة أو بأخرى بشكل سريع وآني، وأيضا بنوع من عدم التكلفة بأن تحتاج إلى أكواب زجاجية أو ما شابه ذلك، ويمكن أن تعاد إلى غسلها، وخصوصا نحن في زمن كورونا لازم نتجه للديسبوزابل أكثر حتى نقلل من العدوى في هذا الجانب. دكتور سالم ألف شكر. عفوا. أعتقد بس دكتور عامر يمكن عنده سؤال. نعم. دكتور عامر. السلام عليكم. عليكم السلام. ألا دكتور عامر. شلونك؟ أحفظكم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. عشت ايدك عيني دكتور سالم، ما شاء الله كفيت ووفيت. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يبارك عمرك. أنا كنت أتمنى حضرتك لو يعني مواكبة للتسويق الرقمي ديجيتال ماركتينج، وكنت أتمنى أنه أيضا تركز على تسويق الخدمات مو فقط تسويق المنتجات، لما تشوف مثل ما تشوف حضرتك هو التسويق بالحقيقة إلى هدفين. واحد هو جذب الزبائن من خلال محاكاة المشاعر مالتهم، زيادة أرباح الشركة. يعني إحنا ننظر للمألوف بطريقة غير مألوفة،
او نسوي تجديد يعني بالاساليب والطرق مالتنا اكيد اللي بيه. فانا اتمنى من حضرتك يعني فد مثال على تسويق تقليدي وتسويق ابتكاري للخدمات. نعم. وليس للمنتجات. نعم. دكتور عامر حضرتك تعرف يعني اليوم التسويق هو تسويق هو بحر كبير يعني. نعم. اكثر من الاداره اكثر من الاداره اللي هي الاساسيه يعني عندما تقلب التسويق. نعم. وجدت هنالك تسويق بنفسجي وتسويق اسود وتسويق نعم بالالوان. نعم. يعني اي لون تجي من التسويق تجي تسويق وردي. تمام. التسويق عالم كبير يعني عالم لا يمكن اتساعه في محاضره واحده او جانب واحد ممكن ناخذ محاضره واحده. التسويق الرقمي ممكن الان نشاهده خصوصا بالمصارف يعني امكانيه ان تحويل الاموال. نعم. وانت قاعد ببيتك تحول رصيد من دوله الى دوله او من شخص الى شخص. نعم. دون ان تذهب الى المصرف. نعم. ممكن ان تحصل. نعم. تعرف انه راتبك وصل او جتك منحه ماليه من احد الجهات ممكن عن طريق الالكتروني. نعم. الموبايل تجيك رساله تعطيك اشاره اذا صعدت في الباص واستخدمت الكي كارد تبعك تجيك رساله عن طريق الموبايل. تمام. بانه تم استقطاع جزء من المبلغ. نعم. في هذا الجانب هذه كلها خدمات يمكن تقدمها. نعم. الشركات. نعم. المصرفيه او الشركات احيانا الصحيه ايضا ممكن تبلغك برساله. نعم. عليك ان تحضر الى المشفى لاجراء التحاليل الدوليه. اذا موضوع طويل موضوع طويل ومعقد. نعم موضوع كبير جدا كبير لا يمكن استيعابه. اذا نحتاج. شكرا. نحتاج محاضره ثانيه دكتور عامر مو اي ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله اني ححضر فشي ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا. كون أنا ودكتور سالم سوى. يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إذا دكتور سالم يريدون من عندك أستاذ عبد المنعم نسخة من الباوربوينت. وريد من عندك ها دكتورة سيدة تريد نسخة. حاضر. بس منو بعد حتى ننهي. عبد الله عبد الجليل. بس على السريع استاذ عبد الجليل وقت دقيقه. عبد الجليل من نيجر تفضل. نعم. شكرا جزيلا يا دكتور عصام ودكتور سالم اشكركم جزيلا على هذه المقدمه الرائعه. سؤالي يتعلق بنقطه توصيل قال الاخبار حوادث هذه الاشياء احيانا يسحب من بنك الإنسان المبالغ. هل هذه المبالغ إنسان إذا قال هو لا يحتاج إلى الرسائل يمكن أن يرجع إليه المبالغ أم لا؟ طبعا هذا يتبع سياسة الشركة أو سياسة المؤسسة اللي تعتمدها. بعض الشركات يعني ترجع المبالغ اللي أخذت من الزبون بطريقة الخطأ أو ما شابه ذلك. وأحيانا بعض الشركات لا ترجع هذه المبالغ لأنه عملية ترجعها أحيانا تكون أزيد من كلفة المبلغ نفسه. فعملية اقتصادية هي أكثر ما تكون هي عملية. ولكن المبالغ الطائلة أيضا يفترض أن ترجع الحقوق المتبادلة ما بين الزبون والمؤسسة المتعامل مع هذا الزبون. تسلم عيني مفترض. تسلم عيني. شكرا شكرا جزيلا دكتور سالم. احنا الوقت انتهى وباسمكم انا اشكر دكتور سالم على المحاضره الرائعه جدا حضر. جدا انا حاضر. يلا ان شاء الله. يلا بالتوفيق للجميع. ممكن نسوي محاضره ويا استاذ عامر بياتي على التسويق. يلا ان شاء الله ان شاء الله. الف شكر. التسويق البنفسجي تحديدا. يلا ان شاء الله تجي لانه هو يروح للرقمي. يلا بالتوفيق ان شاء الله. تحياتي الى اللقاء. الف شكر للجميع. مع السلامه.